من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر من طبقة تحكى على الظروف لك العزم والبدر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر عفتك الرجل انكلس عفتك الرجل انكلس عفتك الرجل انكلس عفتك الرجل انكلس الفلس يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر من طبقة ضحكة على الظروف لك العزم ولا فتر يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر حفظت المقدرة حفظت المقدرة عارف ظروفك وقهرة عارف ظروفك وقهرة اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرا يا زول من آلاف البشر يا زول من آلاف البشر ايوه طيب ده هنا إيجار الشقة ايوه طيب وده حق البغاله طيب ده البغاله طيب وده دروس عديله طيب اللبن اللبن دروس عديله ما معانا لا ماي ما انا قلت حنعمله لقدام لقدام بعدنا قال لي هاي دارتك العشاء طوالي لا 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 اقلعي بعد ما نحن ندي ديل نوفر قروش القلع نقلع عليك لا 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 مولع ما هاي بنقلعه بنقلعه ها؟ وانت بنتي كل القلع ودين نعمل لهم شنو؟ بختك ما مجنون؟ لا ملاحق لا في زول منتظرك لا في اي حاجة الواحد يحسدك هاي ما تسوي اي حاجة ما تسوي بختك الله بختك يا جني ما في شيء ما مزور ولا اي حاجه ولا في زول ولا في لا ملاحق لا حاجات ولا كل الامور بتاعتك الله ايوه ايوه جاي جاي مرحبا عليكم السلام السلام امس يا مرحبا كيف حالك الله يبارك يا سلام ان شاء الله بخير كيف حالك ان شاء الله بخير حالك طيب صبته كويس يعطيك العافيه يا سلام سعيدين والله يا سلام سلام كيف انت تمام تمام يا حمد الله الحمد لله تمام تفضل الحمد لله تفضل البيت تفضل لا 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 يعني معلش انا اسف جيتك في وقت كده لا 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 تجي في اي وقت انت البيت بيتك البيت بيتك تفضل يا اخي اشرب لك حاجه عليك اشرب لك شاي ياسر ياسر الله يكرمك الله يكرمك يا اخي تفضل يا اخي تفضل يا اخي يا سلام الله يكرمك كيف حالك تمام تفضل 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 يا سلام عليك تفضل في الحقيقه انا يعني
لا لا يا اخي قول يا اخي يا اخي بيناتنا ما يا اخي قول يا اخي ما تنكسف يا اخي قفت في خدمة يا سلام خير ابشر ابشر خير خير الله يبارك فيك في الحقيقة يعني انا دان لي 2000 جنيه دين والله عيني شوف انا والله تاني بفتش ليك ولا اي حاجه والله يزول لك الرهن العيشة ذاته يا اخي معقوله يا اخي يا اخي انا يا اخي انا بنزيني قطع يا اخي وعلى قبل يزول مطار وين يعني ما عارفه مشيت اقول عبد الرصيف جيت راجع بيده ما فيش يا اخي عليك الله تاني عليك الله ما تتعبيني تقولي تعال وفتشوا لي هنا وعلى قبل يزول لا والله انا ما شفته والله ما شفته وانا قدر كده قلبي يا باو انا ما عارف قلت مكنكش فيه كده مش يعني داير منه شنو يعني انت اول حاجه انت اخويا يا اخي انا امشي من غيرك انت يعني ما فتشت حله تقول لهم لقيته بعدين بتكلم معي كده ليه انت انا كنت الاقي غير يا اخي مالك انت ما تقعد تعمل لي حركات انا مش اختك الكبير احسن مني يا اخي اديت الشغل الواحد فينا سرير ومرتبة وملاية مبنوة النوم دي أنا هكون معك كده أسمع ها أسمع ينو حبيبي حبيب دقيقة أنا الزميل الجديد ها لا 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 عين أنا الزميل الجديد معك هنا ده أنا جيت هنا ده دار أكون معك زميل هنا ده أنت انا الزميل الجديد اوه اف سي شغال نظافه ولا شو والله ما شاء الله ما بدي فرد ها ما نظافه شنو يا اخي شغال براكي ما نظافه شنو طيب جن شنو ده جن يا اخي جن شنو يا عباس يا عباس مجنون يا مجنون شنو يا اخي الله عباس يعني المجنون ده اللي فلع لا لا يا اخي كده يقول بسم الله عباس 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 بالذات الجولة بتاعت حركات لو ما سألتي وما بفلقك والله ما سألت قلت لك اقسم بالله ما سألت جيت ماشي بشارع بيت في الاجانب هناك وفلعني يا زول عباس زول دغري ما بحب اللولا ولا هنا انت بتكون عملت له حركات عشان كده بقي يفلق قلت لك ما سألت يا خاص انا قاعد نفتش في الحله دي كلها ما لاقي انه وينه اسيو عباس هناك ذاك يهو ذاك يهو اتغابى في تعال تعال ما تغاب العرفه تعال اسمع ده شو ده غاب العرفه طلعنا غاب العرفه هاي بتغاب العرفة بتغاب العرفة بتغاب العرفة بتغاب العرفة يا اخو عدي لك يا اخو عدي لك علي اي اي عباس جنة عباس جنة عباس جنة عباس جنة عباس جنة عباس جنة بس يا اخو اسمعني هنا سيد البيت لسه برضو عشان يشيل قرش الايجار سمعت ولا ما سمعت اتصرف معاه وانا ما عندي دخل السلام عليكم عباس انا ابوي مرسلني لقرش الايجار يا زول مالك يا زول تجنيت ولا شنو هيك زي حركات عشان ما تدفع قروش الايجار وبعدين جنك ده ما يجي كلنا هيك الشهر يا عباس هوي هوي انا ابوي مرسلني لك وابوي ده كان جاي هنا والله العظيم اللي يطردك يا عباس التمثيليه اللي بتعمل فوق دي تمثيليه مكشوفه ما في زول بيتهرب من واقعه بالطريقه دي يا عباس مكشوفه دينا حقنا يا زول انت نصاب ولا شنو ادينا قروشنا يا زول ادينا قروشنا ما دعي لي كده دي انت دي مكشوفه عباس بس عباس عباس مبالغه 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 اجازه والله يا عباس كنت طلعت شرير خطتك دي عجيبه يا اخي الواد فك البيرك بالله جاري
الحيطة. زوجك عباس عبقرينو. سبحان الله يا أخي، إذا توفرت لنا حق إيجار البيت، وفرت لنا حق الغاز، وفرت لنا حق الخطرية، وفرت لنا حق اللبن، واو يا بلا. هسه دينا حق الكوفير، عشان أنا ماشا أعمل حنة ودار أعمل كوفير وكم حاجة. ديك شنو؟ أديني قروش. قروش؟ دار أعمل حنة ودار أعمل كوفير، شنو؟ أديني قروش. هاي كم ساعه؟ هاي وتعالي هاي، شوف هنا يا عباس، عايز تعمل لي فيها مجنون؟ تتجنن على منو؟ ما علي انا يا اخوي، انا بوريك الجن ما بتعرفه. يا جيب القروش. اسمعي، ايه الموبايل ده؟ هبيع الموبايل واشيل القروش. انت تجنن ليك انا يعني ولا شنو؟ ممكن انا اعمل اي حاجة وما تنجح، ما تنجح. انت حرقهم يا اخي.